والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها. ولا ليال كلمة وحيكو صابسن تعيه دفاع المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنين دفاعنا نفتينا يا مالكينا يا مسكحدينا يا تبرتين يا أودينا بإنت بإنو كدفاعنا نبينا إنو جعلنا صلوات ربي وسلامه عليه. إنين نحن سيدي صحابة ديقو ذا دفاعين فداك أبي وأمي يا رسول الله. رسولك الله وحان كغفرنا يا أبه إيهو يضي بان كغفرنا يا مالمهان دم بلغسو بلابو ملعون كي لأورنشري سلمان رشدي أفلغا ددي او قرآن كأو جيستي أي كو حكسدين كرتونسكي أي نبي كو عاييين ملاعين تي دن ماركي چوكتي فرانسيسكا جرمل إيا نوروي إيا كوا لمد كان أي كوي حيين فيلم كي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لغو أفلقا دينيين أوغودن بيي وحابر تلماميد لغردك تاي إن نبي جينا صلى الله عليه وسلم إيا مقدسات كمسلمين تلا داوعو وحنا لغا شير عدة أي أفلقا دادة أقولين وعدة الله سبحانه وتعالى أولي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله وحوله كوما نندير النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن عالم كان حريص آدو تهيمو يوحكله كوما نندير بألي سبحانه وتعالى عدة ألاف لقادين يا وعد الله سبحانه وتعالى أدورتي فضل يا قلدو إن الله سبحانه وتعالى أوسيي وحي قيس يا رسالة دي سنة الله سبحانه وتعالى أدورتي اللهنا سبحانه وتعالى خلائق دوردن او كدورتي وسيد ولد آدم. آدم انت او دلي وسيد كودي ولا فقر وحفان وكتران مجر. إلهي حلي سبحانه وتعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله وحوك قسو دجي نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه كتاب قسو دجي ودور شو إلهي او دورتي سبحانه وتعالى وحوك قسو دجي حكمة بو قسو دجي او كتاب كاكتر تمي سوء السنة نبي صلى الله عليه وسلم وحا إلهي لي هاي وعلمك ما لم تكن تعلم وحا إلهي كبري وحادا هري أقون او قلبي جاجا الله سبحانه وتعالى وحو قليي وحي قيس إيه كلام كيسي با الله قلبي جاجا قيمها بدن او كؤرريي إلهي حلي وكان فضل الله عليك عظيما. فضلك يا أبالك الله سبحانه وتعالى دشاد او كليي نبي محمد وويهي صلوات ربي وسلامه عليه محيطهي وشيدد اللو قد ليهي من دقيه أن الله مقشي يعيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أرقينا الله تصو أفلقى دلوقي سنة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه
waxay ku tusinaysaa ur xumada iyo xiqdiga ay u hayaan islaamka iyo diinta faafaysa iyo risaalada xaq ee nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam uu waday oo adduunka ku faafaysa. وحي الله ليه سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بضانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كوي الله يا نبي سر ميييو وحى الله يريه سبحانه وتعالى دتكي أودورتي ee qalbigooda iimaanka u fibeeyey, waxaana alla ugu yeedhayaa magackii ugu qiimaha badnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu uga raalli noqday. Waxaa la leeyahay saaxiib hoosaad ha ka dhiga nina muslimiinta iyo mu'miniinta sokodooda, kuwii alle subxaanahu wa tacaala manhajkiisa iyo diintiisa ku gaaloobay. Maxaa yeelay laa ya'luunakum khabaala, idin kala gaabin maayaan fasaad, muslimiinta dhexdooday fasahaadinayaan, diintoodii ictiqaadkooday fasahaadinayaan, muqadasaadkooday fasahaadinayaan oo wax u dhimayaan. laa ya'luunakum khabaala wadduu maa canidtum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim, waxay jecel yihiin waxaa idin cadho gelinaya ee dareenkiinna iyo mashaacirtiinna kicinaya. waxay jecel yihiin waxaad ka cadhoonaysaan ee aad ka murugoonaysaan. Alle wuxuu yidhi subxaanahu watacaalaa qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduuruhum akbar, xaqiiqa cadhadii waxay ka daahirtay afkooda, waxay laabtooda ku qarinayaan ayaa ka sii weyn ba alla leeyahay subxaanahu watacaala. Inta yaree afka ay ka sheegeen ama aflagaadada nebiga sallallahu calayhi wasallam ay ku aflagaadaynayaan, ama xaramkeenna iyo meelaha aynu ku cibaadaysanno ay ku aflagaadaynayaan, ama kitaabka alle subxaanahu wa tacaala ay ku aflagaadaynayaan, waxaa ka weyn meesha yacni jirada iyo cudurku uu ka imaanayo qalbigooda ah. wamaa tukfii suduuruhum akbar qad bayannaa lakum alaayaati in kuntum tacqiluun, alle wuxuu yidhi waxay laabaha idinku qarinayaan ee ur xumo iyo nacayba ayaa ka sii weyn, aayaadkii waa idiin bayaaminay, waa laydiin qaadaa dhigay, allahna subxaanahu wa tacaala waa idiin caddeeyey haddaad caqli qaadanaysaan baa alla yidhi subxaanahu wa tacaala. Waxaan leenahay marka waxay afkooda ka muujiyeen ee cadhada ah, waxaa ka weyn waxay laabtooda iyo qalbigooda ku qarinayaan, allahna waa nooga waramay subxaanahu wa tacaala. Maxay cadhada iyo xiqdiga ku kallifay inay nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam aflagaadeeyaan? allah baa nooga waramay markay gaaloobeen oo nebiyadii alle subxaanahu wa tacaala uu u soo diray waxay dilaan iyo waxay masaafuriyaan iyo waxay aflagaadeeyaan ay ka yeeleen iyo qeyb ay beeniyaan ayay waxay ka xun yihiin cid kasta oo diin ku nool, waxay ka xun yihiin cid kastoo xaqa hogaaminayo, waxay ka xun yihiin cid kastoo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam ka dhimbiil qaadanaysa kuna dayanaysa oo odhanaysa fidaaka abii wa ummii yaa rasuul allah, aabbahay iyo hooyaday baan kugu furanayaa rasuulka allow. Allah isagoo hadafka qur-aanka inoogu tilmaamaya maa hiya sabab, maxay tahay sababta cayda ku kallifaysa, baa ilaahay wuxuu yidhi qul yaa ahla alkitaabi lima tasuduuna can sabiili illaahi man aamana tabguunaha ciwajan wa antum shuhadaa wama allahu bigaafilin cama tacmaluun. yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba yaruduukum bacda iimaanikum kaafiriin wa kayfa takfuruuna wa antum tutlaa calaykum aayaatu llahi wa fiikum rasuuluh ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وحي الله ليه سبحانه وتعالى أهل كتابك يو طريق حق يجدك الله سبحانه وتعالى أوتشي محادتك وقال لي حين إنسان روحي الله رمي سبحانه وتعالى أم بيدي الله سبحانه وتعالى أو دورتي رمي
dariiqii wada raacay maxaad uga leexinaysaan dariiqii idinkoo damcaya oo jecel dariiqaasi inuu qalloocdo oo laga leexdo. ilaahay wuxuu yidhi wa antum shuhadaa wama allaahu bigaafilin cama tacmaluun, markhaati weliba waxaad ka tihiin xaqii allah subxaanahu wa tacaala soo dejiyey inaad ka leexateen, dadkana aad ka leexinaysaan, kula diriraysaan xaqa iyo diinta ay ku dhaqmayaan, islaamka iyo risaalada faafaysa ee waddamadiinna iyo dhulkiinna ku faafaysa, allahna subxaanahu wa tacaala diintan ugu talagalay guri kasta inay gasho, nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayhi risaalada iyo xaqa lagu soo dejiyey, waxaa ilaah yidhi wama allaahu bigaafilin cama tacmaluun, allah ma moogoona mana hilmaansana waxaad samaynaysaan, laakiin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu u yeelay waqti uu idinka aargoosto ciqaabkiisa iyo cadhadiisana uu idin dhadhan siiyo, waadna arki doontaan. waxaana allah subxaanahu wa tacaala digniin uu siinayaa mu'miniinta, wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqan min aladiina uutuu lkitaaba yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin, kuwii alle iyo nebigiisa rumeeyeyow dadkii alle uu doortay ee qiimaha badnaa qalbigooda allah subxaanahu wa tacaala diinta iyo iimaanka uu u geliyey, indhahoodu ay la ilmaynayaan aflagaadada loo geystay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, dareenkooda iyo damiirkooda uu wax iska bedelayo, wax kastoo adduunye ah oo dhaafa iyo jaanis kastoo dhaafana ay ku bedelanayaan in loo badbaadiyo rasuulkooda sala allahu calayhi wasalam, inay la kulmaan nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam, inay noqdaan qiyaamada kuwa la rafiiqaya ee xawdkiisa iyo darkiisa ka cabaya, allah nagama qadiyo subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wa kayfa takfuruuna billaahi wa antum tutlaa calaykum aayaatu llaahi wa fiikum rasuuluh, xaqiiqee sidee baad ilaahay ugu gaal say u dhici kartaa inaad ilaahay ku gaalowdaan, gaaladu waxay sheegayaan aad maqashaan kuwa markii hore islaam ahaan jiroo diinta ka ridoobayna loo adeegsado inay allah subxaanahu wa tacaala mabaadidiisa iyo muqadasaadkiisa ay aflagaadeeyaan. waxaa la leeyahy subxaanahu wa tacaala iyadoo dhexdiinna uu yahay rasuulkii ilaahay, aayaadka alle dushiinna lagu dul akhriyayo habeen iyo maalinba, laydinku waaninayo alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa, ruuxii alle subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa qabsadaa wuu hanuunay, wuxuuna ku hanuunay dariiqii toosnaa ayuu ku hanuunay. maxay tahay carada intaa leeg ee gaadhay in nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam la aflagaadeeyo oo la yidhaahdo waa dimuqraadiye la gudanayo, yacnii annaguna saxaafaddu agtayada xor bay ka tahay? waddamada reer galbeedka nidaamada iyo dowladaha u yaalla hadday saxaafaddu aflagaadeyso waa la xidhi. marka islaamka la aflagaadeynayo ee ilaahay subxaanahu wa tacaala la aflagaadeynayo ee nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam yacni marka la aflagaadeynayo waxaa lagu leeyahay saxaafaddu waa xor, waxna kama qaban kara. waxaan leenahay maa hiya albuqdu fii diini alxaniif yaa abnaa alqiradati waalkhanaasiir, maxay tahay cadhada iyo xiqdiga aad u qabtaan diinta toosanee allah subxaanahu wa tacaala nebi maxamed uu soo dhiibay, abnaadii doofaarka iyo daayeerada haddaad tihiin? alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala wadda kasiirun min ahli alkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaaran xasadan min cindi anfusihim min bacdi maa tabayana lahum alxaq facfuu wasfaxuu xata yaatiya allahu biamrih ina allaha calaa kulli shayin qadiir. waxaa ilaah leeyahay subxaanahu wa tacaala in badan oo ahlu kitaabka ka midii waxay jeclaysanayaan haddii ay idinka celin lahaayeen iimaankiinna ka bacdigii gaalnimana ay idiin celin lahaayeen siday u gaaloobeen, wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa, waxay jeclaysanayaan inaad gaalowdaan siday u gaaloobeen oo diinta uga baxeenna inaad uga baxdaan. maxay rabaan? allah wuxuu leeyahy xasadan min cindi anfusihim, waa xaasidnimo, waa xiqdi iyo urxumo, waa iimaanku ay idiin quuri waayeen, waa islaamka iyo risaalada iyo xaqa iyo manhajka faafayu ay diidan yihiin. alle wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala min bacdi maa tabayana lahum alxaq, ma aqoon daraa u geynaysaa?
مي وامركي هنونك عضاضي قال وحولي فاعفوا واصفحوا اسكعفيو اسكضافا حتى يأتي الله بأمره إلى إلهي أمر كيس وكي مادو هلاقي الله سبحانه وتعالى وكو هلاقي لها يا عقوبة دي الله سبحانه وتعالى يعني مركا أمرين لها إلى أي كتمادو وما هي من الظالمين ببعيد قال وحولي سبحانه وتعالى إن الله على كل شيء قدير شيء والبال وأودا سبحانه وتعالى مركل الإله وحليه سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم قال وحليه سبحانه وتعالى مش علي سنة ينكوي قالوا بي إيه أهل الكتاب كم ذها إيا مشركين تطونا إنو إلهي خير إيا رحمة إيا وناك وإذن كسو دجيو والله يختص برحمته من يشاء لكن الله سبحانه وتعالى أن حريستيس إيا الرحمة ديس إيا دور الشديس وحوكو خاسي لا عدو دونو نبي محمد الله دورتي سبحانه وتعالى أمديسنا الله دورتي إنا نقط كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومد الله دورتي قال لي وحليه سبحانه وتعالى والله ذو الفضل العظيم وقال لي يقضي سائي فضل جيس ويه أي قال لي سبحانه وتعالى هدفك يضل الله إنه تلمام يا إلهي وحليه سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودي النصارى إذن كرر لنقون مايان إلى دين تودا أذرع دان وسدح إله إسكو إلها يعني مركا أدعى بدان الله سبحانه وتعالى وحليه يقول إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير قال وحليه هنونك ربي أيا هنون أه هنونك ألا قلبك قليه سبحانه وتعالى إيمانك نوحوه بي يا ربي عدو دورتي عد ربي أعرضين ألا إيمانك وكقد يا سبحانه وتعالى صدرت بالله سبحانه وتعالى وحولي هداد رعضان كوا هودودا نبي محمد وهداد هودودا الرعضو مركي علمي قاي اوغال كويمي الهي اكتي سكيه لميسد الرمها وحما ملا اي وحكو قرقارو كوه ليطونا محيط هاي هدف كاي اوشيدد اللوغد اللي هاي اساءة الحبيب صلى الله عليه وسلم النبي محمد لا افلقا ديو وحلوق يستو لعايو أو وحلق الشيخ النبي صلى الله وسلم عليه هدف كاللوق الشيخ ده وإساءة الدين ودين تا وديمها سماوي قاعدن إن لا أفلق ديو وإلهي سبحانه وتعالى أليه نبي محمد دورتي إيه صدر إن لا أفلق ديو ويقرن يان تلمامها نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرن يان إن رحمة الله صدري ويقرنيان مبادئ أوتي إن عدالة حيد ويقرنيان دين الله سبحانه وتعالى أوصل دي بحق نمديدا ويقرنيان الله سبحانه وتعالى ديمه هو ليشرورا إنه إلهي كنا صخي قرآن كالله سبحانه وتعالى أيانا أرنكا كمرخاتك عي الوحلي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون إلهي وحليه يكوي أنو كتاب كسيني نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقانين تلمامها الله سبحانه وتعالى وكسف يبي قرنيان كتاب كودي باللوغو تلمامي سيدي علمه ذا أبت كودا وقرنيان روح علمه سوء كخلدمي كرامتشرو خدان والين روح ولب علمه سوى قرنيا إلهي وحليه هي كما يعرفون أبناءهم سيدي إلمهو دا أقرانيان بي أقرانيان وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون كوحيه كمده وعلمدو دي يبادرياشو دي وحي قرانيان حق وحي قرانيان حق بألي لي سبحانه وتعالى إيغو قراني أقب ألي لي سبحانه وتعالى آية دا مدلم دا ولا لي الوحي إلهي لي سبحانه وتعالى
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وحوالي سبحانه وتعالى كتاب كوان نصيني وحي قرنيا تلمامها نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا مسلم بو كمر خاتك عي تلمامه صلوات ربي وسلام عليه مركي يقو حقريا وحي لهذا عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم إنسانك بني آدم كروحي هل دورك وأها يا الله سبحانه وتعالى أو دورتي القدوة الحسنة هل بيق لغا قياس قاتو إيه وناك أردن لغا قياس قاتو حمان أردن كفو وي النبي جينا صلوات الله وسلامه عليه لكن كوا خساري كوا أيان درد أي نصيب درد أي كل عضي كوا الله سبحانه وتعالى وعروضي أدون كان على إلهي أي كل عضي آخرنا ألا عذاب كيسا إنو كغا أرصد وقلت لقلي ألي وحليهي الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون كوا نفتو دا خساري خساري نفتو دا مر مين يان الله سبحانه وتعالى مر مين يان حقنا مقادنا يان أن بيدي سنة مر عيان بألي سبحانه وتعالى أن سويدين سؤال أين تخرج هذه الإساءة حقيك صوب حيصا حقيك إيمان إساء حمامتا إيا أفلقاددا لقوة مقدسات كإسلامك إيه نبي محمد اللوغي سنة صلى الله عليه وسلم امر كتاب كان القران كلوغي سنيو امر كعبد اي حرم كاينو كعبادي سنينو لوغي سنيو يعني عيل كاي كسو قلقليان واحقي بيها سيميش بلا عدس اي كسو بتاعيسا واحقي باص يعني بوصن رضا اي كايمانيسا واحقي هم اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه الى يوم القيامه ويهود لعند إلهي أو إسراع رعصني هكود عدو دشودة إلى مال كقيامة لغا قاري الله نوت المامي عالم كوحا فتنة كوضا إيه كريستان كإيا مسلمين تدفت دحدقا إن يغييهين الله نوت المامي سبحانه وتعالى إلهي وحوري وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين إلهي وحوري وحانو ديقني نمن كان يهودي دحدو ذا عداود يسنعي بانو ديقني خلائق ددتك استقن عبي ويهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة لكن وحي قرتين قواسي مشتركة محاينة دحين كرا اسكدن بيننا هيا آن كوة نولانو يعني وطن كا ان دعني اي فلسطين ان كبل لقيسني ان كودا نولانو يهودي انت سيقرت الهي وحلي سبحانه وتعالى الى ما لنك قيام اللي قارو عرو اي نعيبا دحضو دهاتي كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله مركزتو دب اي فتن اي هريان الله سبحانه وتعالى اي كبختي فتن اي كعيان إلهي وحوله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أرلدي فسهادين يان أرلد فساد كيذي أصعون يان أودك دي يان مال كودا إيا مسكح دودا إيا ميري هودا إنت بوحيك غشقين يان سيدي أرلد أي وقف فسهادين لهايين أفلام تشين سيغا لغو قيبي يعني بني آدم كقال إسلام بأخلاق حمدا وجود بين السوحة يعني مؤسسات كيهودا كبايع مكتريست في لماذا إيه ما في هذا إيه توجد أدون كأوقي بين هوليوود كإيه وحي كل شيء كان مؤسسات كيهودا كبايع مشتريا يحيابك يهبك إيه هدي إلى يكون يهي بني آدم كإن بدن أو قال يا مسلم بأدون كالقول الله ينيو مؤسسات كيهودا كبايع مشتريا إلهي وحوله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين شورنا لذا يعني خليعة إيه أفلام تسكسك إيه قرنك وحكبا يا مفتري ومؤسسات كيهودا إلهي وحوله سبحانه وتعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين أنس ويدينه
محو قلب صدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم محو كسمي يقو أي كرضا قرآن كهرو جواب يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون أهل كتاب كيو نوغا أرغوصن ميسان هدان مسلمين تنحي يا أمتي النبي محمد هو قامني صلى الله عليه وسلم دمبي كلو آنو قلي مجرو إلا أن آمنا بالله إلهي بان رمينا سبحانه وتعالى ربي إن خلائق دو ربي أي كحر ناتو ربي إني من أقدم بيسو أمر كيس يتلدي سأي قادتو أيانو ككل صوناني انتا سانو سميني وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وحي كتاب هاينا لغسو دجي النبي محمد لغسو دجيانو رميني أنبياء إلهي وحي لغسو دجي ورميني نبي عيسى وحي لغو سو دجي وار رمي سنهي نبي إلهي و الله او دورتي وي أفلقا دنا او جي سن مينو نبي موسى يا نبي عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم عليهم السلام إلهي سبحانه وتعالى أنبياء او دورتي وي او أفلقا دنا غممتنا محايا لي دين تيدان نو او غلين أنبياء دمانتود ورمينينا وإيمان كيغي كمتا إلا أن نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأضعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لكن الله عليه سبحانه وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل الله سبحانه وتعالى حليهم ميدين كورما نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحاد كل شيء جيسان يا فلقادة دو جيسان إنسان وحكشر بدن ميدين كورما وحكشر بدن أرنتاس يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما مدنا إن وحلاق الشيء رسالة يحق بو إذن ليمي لكن وحا يعني هاد شيغي سان يعني وح كشر بدن ميدين شيغنا ومثوبة عند الله من لعنه الله حق أبا المرنت إلهي أكتسى شيغا أغو شرك بدن حدنك أبا المرنت مرك الله في ريو إلهي أكتسى وحوي ومن لعنه الله وعد إلهي أون عضلي نحريستي سنة أكديري وغضب عليه ألنا سبحانه وتعالى أعرضي على إلهي باكرنا عليه سبحانه وتعالى الله وحن ويدي سنين ساعد إنو ساعة الإجابة نوغردقو نبي محمد صلى الله عليه وسلم فيلنك كو أفلقا دي عربكو دي إنو ألقب سبحانه وتعالى قريقو دي إنو ألي سبحانه وتعالى أوه العيو أبتكو دي ألي سبحانه وتعالى إنو قب وحن ألي سبحانه وتعالى ويدي سنين عقوبة دقدقة يعني أو أي كعب رقاتان إن في ذلك لعبرة لمن يعتبر إنه إله سبحانه وتعالى وكسلد اللهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر بأن إله ويدسننا سبحانه وتعالى كو إله عروضي وحا إله لي سبحانه وتعالى وجعل منهم الغردة والخنازير إله وحكرد داير رؤية دوفار وعبد الداقوت داقوت عابدي وحكستو إلهي سبحانه وتعالى كسوكي هودو دي عابدين نفتو دي الشيطان كأي عابدين شهوات كو دي عابدين فرشقو دي علوشو دي عابدين إلهي وحولي أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل كواسا حقا بوس أهان كو أغو شر بضن أه وددي يجدكي توصناي إلهي سبحانه وتعالى خلائق ده أغو تلقلئين كوهنونان كو أغلون سننت بدني وكواس أي ألي سبحانه وتعالى سؤال شخص مركز جوابتي ده وحي النقطة وحي كسو برقانيسا يعني أفلقا ده النبي صلوات الله وسلام عليه اللوغي سنة يا وحوي ويعني ميش أي كسو برقانيسا ومؤسسات كأي منظمات كيهود أي كسو برقانيسا وعدقاً لقوية قانا إنا النبي ذا إلهي سبحانه وتعالى أفلقا ديان إلهي حرف بما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. أسبابتي لو نعضلي نحريست إلهي اللو قديري إيقو شعب الله المختار إلهي سبحانه وتعالى شعبي أو عروضي المغضوب عليهم إلهي سبحانه وتعالى أو كدقي ودور الشدي اللي عرؤوا قبدلي أي إلهي نوت المامي سبحانه وتعالى. فبما نقضهم ميثاقهم برنتي بلن بريدو دي أي بريين بلن تودي إيه وكفرهم بآيات الله يقال لمدي أي كو قالوا بين آيات كربي سبحانه وتعالى ما انتا كليا وقتلهم الأنبياء يدلكو دي أي لينيين أنبياء الله سبحانه وتعالى روح نبي دي إلهي سولايي نبي الله سبحانه وتعالى إنو أفلقا دي وحبكو معها إلهي سبحانه وتعالى وحلي أنبياء دي بيدلين بغير حق حق در يكدلين. وقولهم قلوبنا غلف يا هذا الكود أي هذا قلب يقوى الدبولين يهي وحي حق أو كدبولين يهي إيمانك وكدبولين يهي الله إنو كحرم وكدبولين يهي وناك إيا سماها وكدبولين يهي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. اللي شام بديي قلبي ودود دبولا أو حري خيرك إيا سماها إيا وناك ودن الله وكاف حري إلهي وحري قال لمدودا أي ربك قالوا بين سبب تيدا خيرك إيا وناك قلبي ودن الله وكاف حري فلا يؤمنون إلا قليلا. الله رمين ما يان وحي رموية سبحانه وتعالى مرك الإله حلي وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما قال لمدو دي هذا الكي مريم أي كوبين أبورتين أو بين وين أي كشيغين نبي عيسى هوري وفلقا ديين أو وحي لهدين يعني وحوي ووعل أو وحو كل شيء قرعنم كل شيء أي إله نبي صلوات الله وسلام عليه نبي الله عيسى أفلقا ديدا يعني أفلقا ديين أو جيستين با إلهي سبحانه وتعالى كنا عضل وحر وكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم اسكدي أي اسكدي النبي عيسى إن يدلان اللي وحر سبحانه وتعالى هذا الكودي دمبي إياني قلن أي اسكقران أي هذا المسيح إن عيسى إن مريمان ندلني رسولك إلهي. الله وحده سبحانه وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ما نيدل من أن يدل النبي عيسى عليه السلام ولكن لكن ولو إكسي روح كلو لو إكسي بيدل دلين. إله وحده إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه الله وحده سبحانه وتعالى كو إسكو خلافي يعني دنكي سوحي كغسو غنيهين شكي بي كغسو غنيهين ألن وحوري سبحانه وتعالى ما له ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله بل رفعه الله إليه وكان الله وكان الله عزيزا حكيما إلى آخر الآيات. وحي الله ملك الأولياء سبحانه وتعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين حداد ألف ميسنتهين محاد النبي ذا إلهي هري أقدشين أنبياء ذي بيلايين فريق ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون قيب وابينيين قيب نوالايين أنبياء ذي إلهي سبحانه وتعالى كم ذا الله سبحانه وتعالى إسقو إنوت المام يسين فيها يهود يحما تدودا أنبياء ذي إنت اللايين وأفلغاديين وعيدو ذي كقدبين بي إلهي أفلقا دين سبحانه وتعالى إلهي بان دي كدار شيء روح الله سبحانه وتعالى أفلقا دين ما وحد كسو قيسا إنو النبي بدباديو روح النبي دلي أو يسو قورعي ما وحد كسو قيسا إنو النبي عيدي سو كتشو كسدو الله بي أفلقا دين سبحانه وتعالى إلهي نوحوله سبحانه وتعالى وحيد هذين الله هو فقير أنقنا هذا بانو نهاي وألوا كد يقتون نهاي. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
إلهي سبحانه وتعالى يهودي وحي يلاهدين قعنت إلهي ويحرنت هاي لغنت كحرنت وعلى وبخيل أي يلاهدين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا الله وكرن سهية وحو إلهي سبحانه وتعالى غلت أيديهم أيجا قعمه ذا الله حري مؤسسات كي جنعسي أدون كي يهود با قعنت كهيسا وحكستو الربا إيه وحكستو إلهي على قيلنا ينوي حلا شدين حتى معاونات كأدون كلاقا بحنا يهود ما بحص غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كريستان كوا أرديان ميلها صي هدي إلى يكورون يهي أي أرديان وحون معاونة إسكو ديان لكن يهود واسدة إلهي الشيخ قال له غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا قعمه ده يجا هلا حرو أما وهبار ألا قعنته ده حرا الله سبحانه وتعالى وحي إلى هدينا سببتي صالقون عضلي بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لبدا قعمود ألا وافتسيهين ألا سبحانه وتعالى سيدو دونون وحن فقيا خصنا ديه سيئ كيد كي سوحا كجرا دتك غار كود بو حساب الآن هدو دون أوسيا أو إرساقا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ألا وحليه سبحانه وتعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق وعدتك مؤمنين تأغن عب سيد قرآن كإله سبحانه وتعالى وتقريري لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون إبادة جماعية فلسطين كسمية المير وهدي إله كورون يهبكي يأتلي رجي أدونك أقوينا لقول الدقالما يردوغة توري الله عليه سبحانه وتعالى وحد هليسا يعني خلقك كوة أقدر أن عداوات اللوقة بكوة اللي نبي سرمي إن يهود إيا كوة مشركين تأييهين كوة أقدر وحد كهليسا دوان شو الله يعني كوة الله رمي لو دوادو كوة يري النصارى النهاي محايا لذلك بأن منهم قسيسين والرهبان وأنهم لا يستكبرون حكو جرا نمن يعني قسيسين أو مركا كوي كنيسدها جوغي إيا الرهبانتي يعني نمن صوفيالا اسمنا كبريان وحق اسكما كبريان وقت القرآن كسو دقي قابب كي آيها ينوى إنك هو نوع ابتلاء نوتها النبي صلوات الله وسلامه على عيدة والعاية يفلقادة دين تلوغي سنيو بل قاب كأن كجت شواب إن مقاب صدحيا مسوى قاب علمي يسن أي يعني وحي نوت هاي تصالي امتحان بينوت إلهي وحليه سبحانه وتعالى لا تبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور إلهي وحليه سبحانه وتعالى ألا وحو إذن كو امتحاميا حولهنا إينا ففياشين إذن كو امتحاميا ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وات كم مقلي دون تانكوي كتابك لسي إذن كهورتين إي ومن الذين أشركوا إيكوي قالد هاي مشركين تأهابا أذن كثيرا لبات فربدا بات كم مقلي دون تان ألا وحليه وإن تصبروا هداد صبرتان أو وتتقوا آد عبستان فإن ذلك من عزم الأمور أرن كاسي وأرمها كويسة يعني وناكسن إلا إسفري إلا قوستيب وكمدي هاي كذا جوابي منو مظاهرات يعني لا مظاهرات سفاردا هي ميلا رقيص ولا ويرر لكن مسلمين توحي كذا جوابي ساكنتن إيا كو دولدود بعالم الإسلامي عالم يعني مركب وكتاقين كنتن إيا كودا دولدود وإنه سو ساران قرار يعني إلن أدونكي وحي أسميستين نظام إيا قرار بي أسميستين أيغو مركي مسلمين تكوسو دوليان ويسا سو كاشدان يعني إصباحيسي بي سميستا مسلمين تا حكامتو ذا إيا شعب كودا وإنتا إسكاشدان وإن حكامتا كوب إيا كنتن كدولدود إيا مسلمين تا نوعي دونان بها أهادين دولدود شعب كودا أي كودر قيان قرار دولي إن النقطة مقدسات كينا لطابا
قرار دولي إني نقطه مقدسات كإن أن لا طابن أو أن لا أفلقادين محيلي حضر كده شباب تفوضوا إيه مظاهرات إيه وحي ما لا يعني ما أنت واقلق بسطي برين والجوع علن صادم من واتسك أمس لكن وين النقطة قرار حاسم قرار كحاسم كإن وحي نقولي مسلمين تكو يتلدوا دو ديبتين إيه مدحوين يا شاهي كو إيه قول لك ما وين إيه الحساب تمان ومدى يعني قرار دولينا أي نقطة إن ديب دمب اللغو اللابن وحي الله بتقول النبي محمد صلوات الله وسلام عليه أفلقا دينا إن عقوبة رسمية لمري موضوع حنمل يعني يا ولاد كي يعني شيخي قدم بيه وان وقتي كقاضي فرنا كما قدنا عيدة أنبياء الله عاية يا وفعل منكر قديمة يعني قدر أن كهل لها بوها وحن كلو يدنا كهل لها النبي محمد صلوات الله وسلام عليه afalagaadada loo geysto wuxuu kaga duwan yahay nebiyada ilaahay subxaana wa tacaala ee kale nebiyadu iyaga afalagaadada loo geysto ka jawaabayay laakiin nebi maxamed afalagaadada loo geysto intii qur-aanku soo degayay mar walba isagaa ka jawaabayay qodobka ugu dambeyn doonaana wuxuu noqon doonaa yacni uu noqonayaa muxuu yahay dowrkeenna nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam difaaciisa iyo kaalinta aan ka qaadanayno iyo jacaylka nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam inuu iimaanka ka mid yahay ruux kastoo muslimana looga baahan yahay naftiisa iyo maalkiisa iyo fikrigiisa iyo caqligiisa iyo aqoontiisaba inuu ku difaaco nebi maxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh iyo muqadasaadka islaamka ah inuu ku difaaco waqtiga oo yani markaa cidhiidhiya oo insha allahu tacaala sheekh xasan aanan rabin inaan waqtiga ka qaado ayaan haddii ilaahay kuura yahay aan waqtiga kusoo koobaya farina runtii kama qodno oo mawduucu waa mawduuc u baahan inaynan jiboon keliya laakiin jibada aynu caqli iyo xikmad iyo mowqif islaamiya manhajka salafka ku salaysan inaynu qaadano haddii ilaahay ku run yaa allahuma aati nufuusana taqwaaha wazakiiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha allahuma inaa nas'aluka iimaanan kaamilan wa yaqiinan saadiqan wa qalban khaashican wa lisaanan dhaakiran wa risqan dayiban wa camalan mutaqabala wa sal allahuma wasalam cala nabiyina muxamedin wa cala aalihi wa saxbihi wasalam الله سبحانه وتعالى دينكي سهنا وافجيو كلمة يدنا مدة توسن الله سبحانه وتعالى هكديغو عمل كيننا إلهي إخلاص هينو قديغو خيرك إيا وناغا كوو ديغي استا الله نقديغو كوو قبريغا والي ونوريو نبي محمد الله رفيق وحوتك أو كورابي الله نقديغو أفوينك إيا دباتوينك أدونكنا الله نقبت باديو وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وجزاكم الله خيرا